ما أحوجنا إلى أن نحيي القلوب، ما أحوج المؤمن إلى أن يحيي قلبه فيعلقه بالله تعالى. والقلب إذا تعلق بالله وتفكر في مخلوقات الله واطمأن إلى ذكر الله بلغ الإنسان في التجارة مع الله مبلغا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اطمأن القلب بذكر الله، استضاء القلب بنور الله، عاش القلب مع التفكر في مخلوقات الله تعالى. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة. الشيطان مسلط على القلب لأنه يعلم أن القلب إذا مرض خفت ضوء الإيمان، فلذلك يتسلط على القلب بالذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا